السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش راكم بركه؟ اليوم ان شاء الله غنرجع معكم فيديو جديد. اليوم غنحضروا طنجيه بالكرعين حلوه يعني بالزبيب. مقادير بسيطه سهله في التحضير في الطياب ديالها كل شيء. ان شاء الله بقاو معايا حتى الاخر ونمروا المقادير ديالنا. ان شاء الله غنحتاجوا مقادير الاول البصله، كنتو تشوفوا بواحد الكميه يمكن لكم نتوما تنقصوا من الكميه ديال البصله. انا راه تقريبا درت واحد 4 ديال البصلات كبارين. الكرعين تتشوفوا مغسولين مزيان، يعني ما تخليوش فيهم داك الحراق ولا هذا تيطلق لينا المروره في الطياب ديالنا. غنحتاجوا الثومه، فص كامل ديال الثومه، يعني كركوبه ديال الثومه غير مهرسه. ها انتم يعني محكوكه ما والو، غير بركت عليهم بالموس. واحد السودانيه بحال هادي، شويه ديال الربيع خلط، صبر ربع نص، واحد الكاس مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت نباتيه. العطريه غادي نحتاجو القرفه، معلقه ديال القرفه صغيره، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال سكينجبير، معلقه نتاع البصل، معلقه ديال الفلفله حمراء، والملحه تبقى على حسب الذوق. وتبقى الزبيب، الزبيب نخليوها حتى طيب لينا وعاد نحلو عليها من بعد ما هذا. المهم كطيب ديك هذا تبقى لنا شويه، عاد نحلو عليها ونضيفو الزبيب. ندوزو الطريقه ديال التحضير. ودابا غندوزو الطريقه ديال التحضير ان شاء الله. ناخذو الكرعين ديالنا بهذا الشكل، هذا طريقه بسيطه ان شاء الله تجربوها. يعني ديرو شي هكا كوكوط ولا شي حاجه اللي تكون كبيره. درت واحد الكميه لا باس بها من البصله، يعني يمكن لكم تنقصوا من الكميه ديال البصله الا بغيتوا. اصلا تذوب البصله ما تتبقاش ملي تطيب، راه ما تتبقاش. تجينا معلقه من الزبيب تجي زوينه. ندوزو نديرو العطريه ديالنا، نديروها هادي مزيوده كاينه غير وحيده. صبر معنوس، نتوما اصلا نتوما مهرستها باركت عليها، يعني اصلا هي اصلا غدوب. كاس ديال الزيت نخلط ما بين زيت نباتيه وزيت العود. ما درتش ملون غذائي، انا درت خرقوم بلدي. يمكن ليكم نتوما ديروا ملون غذائي الا بغيتو، كيبقى اختياري. وغادي نمرقو نتوما الماء، خصنا نغطيوهم بالماء، يعني ما نخليوش الماء تقولوا الماء غير شويه. هذا من الاحسن ديروا الماء الكافي باش ما غنزيدوا لهاش الماء، يعني غطيب في الماء ديالها، يعني صافي حتى غتجينا واقفه عقده. الا درتوا الماء قليل تقدر تشرب ليكم الماء، تشرب ليكم الماء. من مورا الا زدتوا الماء راكم عارفين، الا زدتوا الماء اما تتكنزوا اما تيجيو باسلين، ما تيجيوش زوينين. الاحسن نضيفوا الماء الكافي، حاولوا نضيفوا الماء الكافي اللي غادي يكفينا. صافي غادي نسدو عليها
هانتوما يعني تغطاو الا ما تيبقاوش باينين. واللي مهم في هذا الماء انا فاش غادي نشعل نحطوها فوق الماء، غادي نسدو عليها، غنسدو عليها غنحطوها فوق البوطه. البوطه غنجهدوها في الاول على ما تتصفر لينا الكوكوط. من بعد ما تتصفر لينا الكوكوط صافي تنقصوا لها النار وتنخليوها، كل ما كانت النار قليله كيطيبوا مزيان كيجيو معلكين. ولكن فاش كنجهدوا ليهم البوطه حتى التالي راه ماشي جهد البوطه هو اللي تيخليهم يطيبوا، راه بالعكس، راه كل ما نقصنا النار ديالنا كانت قليله كل ما تطيبوا دغيا، كل ما تيجيو معلكين ما تيشربوش لينا داك الماء، ما تيتحرقوش لينا. المهم نسد عليها انا وغنحطها ونرجع معكم بعد ما نحلها باش ندير فيها عاوتاني الزبيب. وها حنا دابا من بعد ما طابت لينا، خدات ليا تقريبا جوج ساعات، حليت عليها زولت داك الهردمه ديالي، زولتها درتها في بلاصه بوحديتها باش ما تهبطليش، ولحت الزبيب هنا واحد شويه ديال السكر شي ديال السنيده باش يتعسل ليا الزبيب. صافي هانتوما كتشوفوا موراها مروا الطريقه التقديم. وحنا من بعد ما طابت الطنجيه ديالنا كتجي معلكه، زولتها درتها في طنجره بوحديتها، والمريقه اللي بقات ليا درت فيها الزبيب عسلته مزيان زوقت به، ورافقناها بشويه ديال الرز مسلوق هكا بشويه ديال الثومه والخرقوم عادي، وتا هو زوقناه بشويه ديال الزبيب. الصحه والراحه، كنتمنى ان يعجبكم، نتمنى له شويه ديال البيض مسلوق من الفوق. كنتمنى ان تعجبكم الطنجيه اليوم، وما تنساوش الاشتراك الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال. ولينا وليكم السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد.